لو الحكاية فيها إن فيتو الإشاعة التي أجريت للمتهمين وكذا مناقشة السيد الطبيب الشرعي الدكتور حسن عبد الخالق محمود محرر التقرير حسن عبد الخالق محمود محرر التقرير كما قرر انه متمسك بجميع طلباته الوارده بمحضر جلسه 12 فبراير 2015 علاوة على هذا الطلب 12 فبراير 2015 على الرئيس احنا كنا اتبعنا امام محكمة الجنايات قبل مصر هناك اجرام مادي ومعنوي وقع على المتهمين خالد عبد الرؤوف وشاري عبد الحميد وثابت اصاباتهم بتقرير الطب الشرعي وتبين ايضا عدم ورود التقرير الخاص وتبين عدم ورود التقرير الخاص بالمتهم سهيل سعد